دونك اهلا وسهلا بالجميع، ما رضا الله الا برضا الوالدين. احنا اليوم في موجودين في المحمديه في الشارع الرئيسي وين الكيوسك شاولا الكيوسك ولا شو اسمه الشارع هذا؟ شارع الحريه فوشانه. شارع الحريه فوشانه يا جماعه. بيت مر لوناني عمر قول عمر الكوكتيل هذا شنو فيه بالضبط؟ غلة فيه بطيخ فيه تفاح وفيه تمر وحليب كلها منتجات بلادي هذي كلها منتجات بلادنا وكلها تبعي زيدو. هذا لوز بجنجلان. لوز بجنجلان. طيب دقلة. زيدو طول كوكتيل. زيدو طول كوكتيل. زيدو الفاكهة. زيدو تمر توا نحطو العسل. عسل بسم الله. عمر كويس كيف ناكل؟ قداش عم تصوم؟ صحة بالشفاء. قداش عم تصوم؟ 5000. 5000 فرنك. والسوام عندك لهنا من إلى؟ السوام عندي من 2000 من 2000 حتى تكشل 5000. حتى 5000 فرنك. التوقيت نتاع العمل نتاعكم؟ التوقيت نتاع العمل من 5 نتاع الصباح حتى تكشل 11 نتاع الليل. أبار الكوكتيلات والشنو اللي عندك؟ أبار الكوكتيلات فما كاسكروتات. عندك لي ساندويتش حلو حار ولا حلو برك؟ حلو حار. حلو كهو. حلو كهو والسيترونات شحوال؟ سترونات صافا سترونات ديري تعمل لتر بقداش؟ لتر ب 2500. لتر ب 2500 دونك راكم عرفتوه في شارع الحريه فوشانه وين الكيوسك نتاع هولا مقابل رستورانات مقابل رستوران المدينه مقابل مطعم المدينه. مرحبا بالناس الكل. عمر يعطيك الصحه بارك الله فيك. احنا نتصوروا هذا الفيديو نتاعنا اليوم بعد اخونا عمر جبنا لكم حاجه ثري شويه كوكتيلات من منتوجات الضيعة التونسية من بطيخ وتفاح فواكه جافة ودقلة وكل شيء طبيعي. شكرا طبيعي. عمر يعطيك صح. عايز. مرسي باي باي. باي باي. إلى اللقاء دونك نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. وما رضا الله إلا برضا الوالدين.